ننتقل إلى الشاهد الثاني، إلى الكتاب الثاني في كتاب الاغتصاب المقدس في عراق المجون. الاغتصاب المقدس في عراق المجون. يقول المرجع الشيعي الأعلى إيراني الجنسية وهو ضيف على العراق وتعيش عائلته في لندن، هذا هو القصد، هو في لندن وهو مطلع على ما في لندن. يقول وتعيش عائلته في لندن من خيرات العراق لا عمل له، ولم يذق طوال حياته حلالا من عرق جبينه، من عرق جبينه، المليارات التي يملكها جراء الخمس من مال الجهلة والحمقى، كلهم كانوا في فقر، كلهم كانوا في فقر، فقر، كلهم فقر، ليس عندهم شيء، لكنهم صعدوا على أكتاف الحمقى والأغبياء والجهلة. يقول المليارات التي يملكها جراء الخمس، جراء الخمس التي يحصل عليها، التي يملكها من الخمس والحقوق من مال الجهلة والحمقى، يقول وظف قسما منها لشراء القصور، وظف قسما منها لشراء القصور والفلل وتمويل مؤسسته المالية في لندن، مؤسسة السيستاني، هذه مؤسسة السيستاني، هذه مؤسسة السيستاني، وتلك مؤسسة الخوئي، والأخرى مؤسسة الصدر، ومؤسسة فلان وفلان وفلان. متى يتعظ الشيعة؟ متى ينتهي تحجر الفكر الشيعي والعقل الشيعي؟ متى؟ يقول والقسم الأكبر انفقه على بلده الأم إيران، وما تبقى وزعه على بقية النشاطات الشيعية في دول إسلامية محدودة، مع أن العراق، مع أن العراق مصدر ثروة المرجع الأعلى، لكن شيعة العراق ليس لهم نصيب من مليارات الخمس، من مليارات الخمس. الآن يتحدث، يقول إن الانزواء غير المبرر للمرجع الأعلى في صومعته المظلمة، يمثل هذا بقصة أو مسرحية، يقول كأنه بطلة مسرحية عربة اسمها الرغبة التي تأبى أن تفارق الظلام وتواجه النور. يقول هذا الانزواء غير المبرر، وكأنه بطل مسرحية، كأنه بطلة مسرحية الرغبة التي تأبى أن تفارق الظلام وتواجه النور، مبررا، يقول مبررا الانزواء، مبررا بانشغاله، أو مبررا، مبررا الانزواء، أو الانزواء مبررا بانشغاله بالدرس والبحث كما يدعي. يقول هذا ادعاء كاذب ودجل، ما بعده دجل. يقول فقد اعترفت المرجعية نفسها بأن أي قرار سياسي لا يتخذ إلا بعد استشارتها، إن الابتعاد عن الرعية مهما كانت مبرراته فهو أمر مستهجن لا يتناسب والإسلام الصحيح. والرسول والصحابة، والرسول والصحابة سلام الله عليهم كانوا يلتقون بالناس، فأين السيستاني من سيرة النبي وأهل البيت والصحابة؟ أين هو من منهج النبي وأهل البيت والصحابة؟ لا يوجد، لا علاقة له بالسيرة التي كان عليها النبي وأهل البيت، التي كان عليها النبي وأهل البيت والصحابة سلام الله وصلواته عليهم أجمعين. يقول من الملاحظات المهمة، من الملاحظات المهمة عن العراق ما بعد الغزو الأمريكي الإيراني عام 2003، إن الفضائح الكبرى من حيث العدد والجسامة كانت من نصيب أعلى مرجع ديني شيعي في العالم. نعم، إن الفضائح الكبرى من حيث العدد والجسامة كانت من نصيب أعلى مرجع ديني شيعي في العالم، وهو علي السيستاني، وهو علي السيستاني، وهو علي السيستاني. هذه أيضا تحتاج إلى صلوات. فقد تبين بما لا يقبل الشك، فقد تبين بما لا يقبل الشك إنه، فقد تبين بما لا يقبل الشك إنه عميل فاعل، فاعل جدا جدا جدا، عميل فاعل لقوات الغزو الأمريكي، كما ظهر في مذكرات الحاكم المدني السابق بول برايمر ورامسفيلد، في مذكرات الحاكم المدني السابق بول برايمر ورامسفيلد، وتبين إنه مرتشي حسب ما ورد في مذكرات رامسفيلد، وتبين إنه مرتشي
حسب ما ورد في مذكرات رامسفيلد وتبين أنه مرتشي حسب ما ورد في مذكرات رامسفيلد فقد باع فريضة الجهاد للرئيس بوش الرئيس الأمريكي بسعر 200 مليون دولار وإنه كان فاسدا إلى آخر الكلام. فقد باع فريضة الجهاد للرئيس بوش بسعر 200 مليون دولار إذن باع فريضة الجهاد للرئيس بوش بسعر 200 مليون دولار وحقق أحلام المحتلين.